الرئة. الرئة عضو وردي اللون وهرمي الشكل، ويبلغ ارتفاعها حوالي 22 سنتيمترا، وعرضها 9 سنتيمترات، وعرضها من الأمام إلى الخلف حوالي 19 سنتيمترا، ومن الوسط وحشيا حوالي 9 سنتيمترات. وللرئة كثافة أقل من كثافة الماء نسبة لوجود الهواء بداخلها، ويكون ارتفاع الرئة اليمنى أقل من اليسرى بسبب وجود الكبد أسفلها، وعرضها أوسع من اليسرى نسبة لميل القلب إلى الجهة اليسرى، ويبلغ وزنها 700 جرام مقارنة باليسرى 600 جرام. وتغطي سطح الرئة الطبقة الحشوية لغشاء الجنبة، ولكل من الرئتين قمة وثلاثة سطوح، منها قاعدة وثلاثة حدود. فصوص الرئة وشقوقها، انخسافاتها. تتكون الرئة اليمنى من ثلاثة فصوص تسمى العلوي والأوسط والسفلي، بينما تتكون اليسرى من فصين يسميان العلوي والسفلي، ولذلك يكون الجزء الأسفل من الفص العلوي في الرئة اليسرى مطابقا للفص الأوسط في الرئة اليمنى، أو بعبارة أخرى يعادل الفصان العلوي والأوسط في الرئة اليمنى الفص العلوي في اليسرى، ويطابق الفص السفلي في الرئتين بعضهما بعضا فيما يتعلق بتقسيماتهما الداخلية. الشجرة الشعبية وانقسامات الممرات الهوائية. ينقسم الممر الهوائي الكبير الرغامي إلى قصبتين شعبتين، وتتفرغ هذه بدورها حتى تصل إلى 23 جيلا من الانقسامات لتنتهي في الأسناخ الهوائية حيث يتم تبديل الهواء. غشاء الجنب البلور.